مرحبا بما جست بطلع عليكم بحلقة جديدة لليوم. اليوم ضيفتنا ليندا شاكور تنحكي أكثر عن الخوف يلي هي أكيد اليوم الخوف تريندينج إذا فينا نقول بحياتنا اليومية. معالجة نفسية بعلم النفس الإيجابي. ليندا أهلا وسهلا فيك. صار عنا خوف من الكورونا، بنبعث ولادنا على المدرسة أو لا، عنا خوف من بكرة، عنا خوف إذا رح نفل من هون ولا لا، عنا خوف إذا رح نقدر نأمن الأكل أو لا. كيف ما برمتي عنا خوف بقى، شو بدنا نعمل وكيف الحل للخوف؟ أول شيء بونجور لإلك يا رنا، بونجور للمشاهدين، وبتمنى اليوم هيك مع هيدي الحلقة هيك نحكي مزبوط شوي عن الخوف، مع أنه هو الخوف بخوف، بس بدنا نلاقي هيك طرق حتى نتخطي ونكون شوي أقوى منه يعني، ونكون أكيد بواقعية. هلأ مثل ما كنت حضرتك عم تقولي صح، نحنا منخاف من كتير أشياء، منخاف هلأ وعم بيزيد خوفنا، لأنه كل ما عم تكون الأحداث عم تتغير بحياتنا كل ما كمان طبيعة وأنواع خوفنا عم تتغير. نعم. مثل ما قلتي عم نخاف من الكورونا، عم نخاف من المرض، عم نخاف على أهلنا، عم نخاف على أولادنا، عم نخاف بأشغالنا، حتى عم نخاف إذا منطور ذاتنا. بتحسي أنه كل شيء هيك حواليك مثل عايش بنطرة، كأنه معلق بالشيء، ناطر شيء إيجابي يصير معه حتى يبطل يخاف. نعم. سو أنا أكيد بوافقك إنه نحنا الخوف صاير مثل ما بيقولوا إحساس مرفقنا بيومياتنا، غير إنه نحنا أصلاً كطبيعة إنسان منخاف، عنا الخوف بنشعر فيه إن كان بدنا نقوم على خطوة جديدة، أو منخاف من الفشل، أو منخاف من التغيير، أو منخاف من المستقبل. يعني في كتير أنواع خوف، ونحن الخوف شيء مرفقنا بكل حياتنا من نحن وصغار لا يمكن تنفرق الحياة. صح. وكل مرة منخاف من شيء، ويمكن كل يوم منخاف من شيء، بس هلأ خايفين كتير من التغيير. إذا بتطلع على التغيير يعني اللي عم بيصير مش بس على نطاق بلدنا، على نطاق العالم كله. صحيح. في uncertainty مش طبيعية، العالم كله خايفة منها لأنه ما بتعرف شو نتيجتها وما بتعرف شو ناطرها. صح. So, يعني المجهول، نحن منخاف من المجهول، منخاف إنه إذا رح نلقط كورونا ولا لا، منخاف إذا لقطنا كورونا منصح منها، منخاف إذا جارنا عرفنا إنه أخذ المرض الفيروس ويعدينا. يعني هيدا بس عديت تعدي ممكن أهلك أو أولادك. يعني عن جد مثل عطول هيك نحن عايشين بحذر، عرفتي إنه ناطرين شي يصير، وكل يوم بيومه نقول الحمد لله مرق على خير أو زمطنا 100%. واللي بتعرفي إنه حدا مثلا من الأنتوراج تبعك تستت لتسي بوزيتيف بتعمل هيدي البانيك. صح. وخلينا نقول شغلة ليندا، احنا كما وعدنا الأسبوع الماضي نصور حلقة، وهون عن جد بدي أقول شغلة، يعني مش عم بتفلسف عن الناس، بس بليز خذوا الكورونا بطريقة جدية. نحنا الأسبوع الماضي كان تصويرنا نهار ثلاثة، وثاقبت أنه محل ما نحنا سكنين بحسرون في حدا طلع بوزيتيف، وكان زوجي شايفه نهار السبت، مش مسلم عليه بس شايفه، وما كانوا حاطين كمامات بالاجتماع اللي كانوا فيه، وطلع هذا الزلمة بوزيتيف. سو وقتها جرار قرر يحجر حاله 5 أيام تيرجع يروح يعمل بي سي آر. بطبيعة الحال أنا خفت أن يكون لقط هالفيروس منه، وإجى على التلفزيون قاعدة يارا الميك أب مثلاً، أو قاعدة الكوافير، أو قاعدة كريستوف، أو قاعدة شربل، أو الجاستس اللي كان عنا إيهون. فدقيت ورغيت كل مواعيد التصوير على جمعة، لأنه ما فيني أتحمل مسؤولية أنه أنا أجي على التلفزيون وقاعدة لا سمح الله ليندا أو قاعدة حدا من الشباب والصبايا اللي معنا وينقلوا هالفيروس وما نكون عارفين. صح. ونحن انحجرنا 5 أيام، رجع جوزي عمل بي سي آر طلع نيجاتيف الحمد لله، بس صدقوني أنه قاعدة البيت والمسؤولية اللي لازم نحن نتحملها، لأنه نحن كان فينا أنا تاني يوم أجي صور عادي ونتلاقى كلنا سوا وفل على البيت، ويمكن يكون عديت
نص الناس هلا لانه عندك مسؤوليه تجاه نفسك تجاه الاخر بس فما فضلت اخذ الريسك ابدا بس انفورشنتلي رنا في ناس ما عم بيكون عندها حس هالمسؤوليه اللي عندك يعني بياخذوا ريسك او مثلا بيقولوا انه لا اكيد انا ما بني شيء او غيري بينصاب بس انا لا سو بصير بيتصرفوا بطريقه حياتهم بتضلها مكفيه عادي سو هون اكيد كمان مثل ما عم تقولي انه بدنا نشدد انه هيدا موضوع مهم كمان انا حابب شدد انه المسؤوليه مهمه انا بعرف ناس ما عندها مشكله بالمرض اكثر ما عندها مشكله تنحجر الزربه صح ايه الزربه هيدي اللي عم بتضايقهم هي مش هينه الزربه مش على فكره انت اكيد عشتي بانيك عشتي مع الاولاد اكيد مش هينه بس بس بتعرفي ليندا يعني ربنا عطينا عقل تنفكر ونعرف نتصرف ونحن ضروري نعرف نتصرف يعني برجع بقول يمكن لو نزلت وعديت الناس كنت حسيت حالي جلتي من هلأ لا مثل هلأ سو لش واحد ياخذ الريسك لأن هالفيروس موجود شئنا ما بينا يمكن هلأ أكون حاملته مش عارفة وفي ناس ما بتعمل عوارض ما عندها عوارض سو لشو أنا أخذ هالريسك وقعد الناس بليز كونوا مسؤولين كل شيء بينطر كل شيء بيتأجل إلا الصحة واليوم عم نشوف شباب وصبايا عم بيموتوا كتار من زيت العائلة أوقات هم بدنا نعزي عائلة السنكر بوشرية وجديدة اللي كمان خسرت معلمة أستاذة كتير بحبوها تلميذ وكل الناس يلي حاطين أولادهم بالسنكر فمنعزيهم من قلبنا إن شاء الله نفسها بالسماء بس في ناس عم نخسرهم يعني ما مش لعبة الكورونا بدنا نخاف من هالمالادي تنقدر ننتبه على حالنا وعلى اللي حوالينا يعني هذا الخوف بيكون هون بوزيتيف بعدين ايه اكيد هون اكيد هذا خوف بحفزك انك تعملي خطوه ايجابيه لتجاه المجتمع في شغله حبيت الفت لك نظرك انت عم تحكي في ناس هيك هلا انا بحكي من نطاق شغلي والناس اللي بشوفها او بتعاطى انا وياهم بخصوص شغلي وهيك بتعرفي انه في ناس ما أنا مشكلة إنها تكون تستد بوزيتيف وما تخبر وما أنا مشكلة إنها تعدي تتخيلي يعني بيكون في نقمة قد بيكون في نقمة داخلية على الإنسان أو على الإنسانية أو على مجتمع أو قديش في هيك مثلا لقيوا طريقة يمكن تشفي غليلهم بالأذى لانه في ناس عندهم مشاكل نفسيه ما عندهم مشكله يحكوا حتى بهذا الموضوع انه ايه انا ما عندي مشكله ان شاء الله اكون بوزيتيف وروح قاعد الناس كلها يعني بتمنى تكون بس محطه كلام بس لواحد هيك وما تكون عن جد مثل ما اقول نيه مدروسه لانه عن جد بمجتمعنا هيدي بتكون عن جد مصيبه مثل ما بيقولوا ليندا شفناها بالصين تتذكري بالاسانسير الاشخاص يلي عم صاروا يكبسوا على كل الفاسات او ما يحطوا كمامه او يعني قصد عن قصد يعدوا كانوا عارفين حالهم وانا عم بسمعهم انا ما بعرف يعني يمكن شوي بمجتمعات مصغرة بس عم شوف انه هيدا الشيء اكيد ممكن سو كتير مهم كمان نعرف يعني كيف نحيط حالنا واذا حدا من شك انه عنده مثلا مشاكل نفسية ويمكن يتجه لهالشيء لانه من كمية الاذى اللي هو عايشه معقولة ياخدها استراتيجية تيأذي الغير ننتبه وننبه عرفته ونجرب نساعده ان شاء الله يا رب الناس يكون عن جد على قد هالمسؤولية تكون عن جد الناس عارفة خطورة هالموضوع وعم تتعامل معه على هالأساس تنتقل على موضوع خوف من نوع آخر كل الأهالي خيفانين إذا بيبعتوا أولادهم على المدرسة ولا لا أنا اليوم بعت ابني الصبح وفهمت شو بده يعمل أكيدة وكيف ينتبه وما يسلم على حدا وبالمدرسة طلبوا الفيس شيلد يحطوها الأولاد لأنهم عم بتعلموا السنة يحكوا مزبوط ويطلع الحرف مزبوط من تمهم بس كمان الاتكال على ربنا يعني نحن بنعمل واجباتنا كأهل المدرسة بتعمل واجباتها بالتعييم 100% وكتير حبيت كيف عن جد اهتموا اليوم أول شيء الحرارة عقموا إيديهم رشوهم طلعوا هالولاد كتير حلو أنه ننتبه على هالشي وكمان الاتكال على الله لأنه الولاد ما بقى لازم يدلوا بالبيت لأنه هن رح يجنوا
هالشي صح أو أنا لا؟ أنا برأيي كنت عم نحكي إنه صحيح في خوف إنه يمكن ولادنا يتعرضوا، بس مثل ما عم تقولي لازم على طول يكون في هذه الوقاية تكون مستمرة ويكون في مسؤولية من كل الجهات اللي انفولد يعني اللي والريسك موجود ليندا، يعني الريسك موجود وين ما كان، أنت بشغلك يعني الأهل صح عم بعرضوا كمان الأولاد صح، بس أنا بقول إنه لا أنا بشجع روحة المدرسة بصراحة وبشجع الأولاد يرجعوا شوي هيك على حياة شبه نورمال، ما بدي أقول شبه نورمال لأنه كتير صار في تغيير يعني، والنورمال يا ما حكيناها أنه حيكون في نورمال جديد بدنا نحن نعمل عليه أدابتاسيون. بس بصراحة اللي عم شوفه كمان رنا هيدي الزربة هالأعمار معينة وخصوصة المراهقين أو حتى الأعمار الصغيرة بلشوا يعانوا من مشاكل نفسية، هيدا الضغط النفسي اللي عطول انت بالبيت عطول قدام سكرين كمبيوتر عطول انت عم تلتهي على تليفونك تتمرقي وقت او عم تقعدي على نتفليكس يمكن بتقومي تساعدي شوي بالبيت او هيك، بس انه حيكون بس انه عندك المحور العيشة كلها صارت نطاق بس المنزل باربع حيطان صح. يعني ما عم بشوفوا كتير اصحابهم ما عم بيقدروا يعملوا النشاطات والسبور والرياضة اللي كانوا يعملوها قبل او اللي كانوا معودين عليها، انا عم شوف صار في عم بيكون في مشاكل نفسيه okay. عم بتزيد عم بيكون في انكزايتي قلق من الانون حتى على اعمار صغيره 10 سنين 11 سنه 12 سنه عم نشوف عم بيصير في انزوا اكثر للطفل وللمراهق لان بطل معود على التواصل صح. صار التواصل من خلال الشاشه اذا صار في تواصل، وانتم بتعرفوا قديش التواصل من خلال الشاشه منه هالتواصل الحقيقي صحيح. لانه انت بحاجه تشوف الشخص بوجهك وتشوفي معالم وجهه حتى يكون في عن جد هالتواصل، يعني هي بس مش قصه كلام، قصه بادي لانجويج، قصه التون تبع الصوت، قصه الحركات اللي بتنعمل، سو هذا صار كله ميسنج مش موجود من صحيح. خلال الشاشه سو عم بشوف انه لا عم بيكون عليهم ستريس من نوع اخر بلشوا يعيشوه وعم بيعيشوه من وقت ما بلش الكورونا وهلا عم بيزيد اكثر سو هلا عم بتشوفي اكثر الاوتكم الريزلتا من هالضربه تبعت 8 شهور صار لنا سنه تقريبا ايه 8-9 شهور ايه عم بتشوفي هلا الريزلتا، يعني انا عم بشوف كمان دي كليان 14-13 سنه مثلا اهلهم بيجيبوهم بيقولوا لي صبايا وشباب مثلا بيقولوا لي عندي كل شيء كن مبسوطه بس انا من جوا ماني مبسوطه وبتشوفي الاسباب الجوهريه عم بتكون الوحده وعم بتكون الفراغ، يعني هيدول بهالعمر لازم يكونوا عم بيعملوا مليانين حياه اكزاكتلي مليانين حياه او الطفل مثلا أو اللي عمره 3 4 سنين 6 سنين بدل ما يكون مزروب بغرفته على الايباد لازم يكون عم بنط بالحراج ويعربش على الشجر ويعيش حياه طفوله مثل ما بيقولوا كلها طبيعه وكلها حياه وكلها مع اصحاب مع ناس من عمره، مشان هيك نحن هلا عم نشوفه وان شاء الله يعني يقدروا الاهل يكون عندهم كما بيقولوا وعي انه يعطوا هالدعم وينتبهوا على اولادهم لما يشوفوا في مشاكل اكل عم بخف الوزن عم بيزيد الوزن عم بيزيد القلق، لما تجي بنتك بتقول لك في شيء هيك مطرقع على صدري او حدا يقول لك مخنوق ما عم بقدر طلع اكسبرسيون لكلام او مثلا تشوفي حدا كان كتير هابي وكتير هيك نشاط وحيويه بالبيت بتلاقيه خمد وصار ليزي وما بقى فيه هالموتيفاسيون يعمل قصص او حتى لو في فرص متوفره بتشوفيه على طول بيقول لا، هون اتس الارمينج انه كاهل يكون عندنا وعي وننتبه ونلحق حالنا لانه عن جد الجيل اللي جاي يعني الجيل اللي عاش هالسنه بالبيت واذا كورونا ما خلصت وبعدها عم تتمادى عم نقولها لنكست يير حيطلع عندك جيل عنده كثير منتل هيلث بروبلمز مشاكل عقلية نفسية غير انت بتعرفي دومين بالادكسيون غير انا شو عم بشوف بالادمان يعني الاشخاص اللي توجهت كمان صارت مدمنة ان كان على الانترنت او على لعب القمار على الاونلاين او على حتى الدروغ او حتى على نوع موفيز مثلا على التليفون بتشوفي انه او الاكل رنا الاكل العالم اللي عم تشغلها بالاكل صح. بتشوف انه هيدول الاشخاص يتعاملوا مع مشاعر الخوف والخوف من المجهول عم بيتجهوا لعادات سيئه عم تاذيهم اكثر ما هي عم تساعدهم
حتى يروقوا. سو بدنا ننتبه كثير هون. وبتعرفي الولد بعمره صغير، يعني يوم كنت عم فكر انا وجاي على الطريق بعد ما وصلت ابني سنه الماضي، كنت عم اقول له وقت وصلته سنه الماضي انه مامي ما تنسى تسلم على اصحابك، تقرب تسلم عليهم، اذا قربوا يبوسوك تسلم عليهم، اذا بتحبهم، اذا مشتاق لهم تعبطهم. اليوم عم بقول له اوعى تقرب على رفقاتك، اوعى تبوس حدا، انتبه ما بنسلم على حدا، ما تنسى تحط الهنجل وما تنسى الوايب. طب انه هالولد اللي عمره 5 سنين بده يقول امي شو بقى هي السنه الماضيه كانت عم تقول هيك، السنه عم تقول هيك، يعني صرنا نحن بسنه واحده مغيرين راينا 100 مره على هالولد. كيف بعد الولاد من 9 اشهر صار عندك تغيير شامل بطريقه حياتك، بطريقه تعاملك مع اولادك، بطريقه عيشتك، بطريقه حتى الاولاد اليوم اللي بقيوا بالبيت. يعني انا بنتي مثلا بعد ما راحت تروح قالت لي يا ريت انا اليوم ببلش، مثل كانه نشتاقوا يرجعوا على المدرسه، وين ما بحياتها كنا نشوف عند الاولاد. ذكرتيني انا ابني ما نام قبل بليله قد ما كان محمس يرجع على المدرسه، يرجعوا لريتم الحياه الطبيعي. يعني بدنا السكيورتي والستابيليتي. صحيح البيت كثير مهم، لانه البيت هو 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 محور استابيليتي بحياه الشخص، وخصوصا الولد بيعطيه الامان وبيعطيه الاستقرار. بس ولادنا بدهم نمط حياة برات البيت كمان تيربوا بطريقة صحية، إن كان على نيفو الجسدي أو المونتال أو الانتلكتوال أو حتى الإيموسيونال. يعني بدك تراعي كل هالديمونسيون تبع الإنسان وتكون صحية إن شاء الله يا رب. حتى على الهيلث انزايتي زايدة حتى عند المراهقين. يعني إذا أنت بتحسي حالك أوقات بتمرقي إنه نسيت تحطي هنجال، عندك مثلا إن كان أولادك هن اللي بيذكروكي، عم بيزيد القلق كمان من الناحية الصحية عند أولاد كتير. سو هذا كمان شيء بيخوف، مؤشر خطير. ليندا، إذا بدنا يعني نلخص يلي حكيناه بحلول، شو الحلول لهالخوف؟ أول شيء بدنا نحدد شو هو الخوف. يعني أوقات نحن بنحكي بالخوف بيكون هيك شيء بالمطلق. كتير مهم أنه نحدد شو هو exactly اللي أنا خايفة منه، اوكي، واطلع انه انا شو عم فكر فيه، اي افكار عم تجيني لمن انا بفكر بهيدا الخوف، اوكي، او حابه انا اتبنيه. راقب مشاعري تجاهه وبلش فكر انه انا عن جد عم بفترض، هل انا يمكن عم بزيدها شوي، هل انا عم بقلل اهميه من الموضوع اللي انا خايفه منه. مش ضروري كورونا، رانا عم نحكي حيلا الشيء بنخاف منه. بالنهايه الشغله الوحيده اللي معقوله انت تقدري تتخطي خوف معين انك تاخدي اكسيون، اوكي، انك تاخدي خطوه بمقابله. ما في شيء بيروح الخوف غير مواجهته. سو في كتاب كتير حلو كنت قريته من كم سنه اسمه Feel the Fear and Do It Anyway. يعني حس بالخوف بس اقدم على الخطوه بالرغم من كل شيء، لانه هاي الشغله الوحيده اللي بتخليك تتخطى بالخوف انك تفوتي فيه. اوكي، سو اذا عم نحكي على خوف اولادنا، انه الاكسيون هي وقايه، هي تنبيه، هي مراقبه، هي كل شيء، هي تواصل مع المدرسه، هي مسؤوليه وكل شيء. سو حيالنا خوف معين بده يتحدد شو هو، بده يتحدد شو هن الافكار اللي عم تجي. يمكن في قصص افتراضات وهو الخوف يمكن عم نعطيه زيادة عن الأهمية وما بيخوف. واللي بحبه كتير بالفير هي هيدا الكونسبت اللي بيقول لك فير هو مقسم من 4 لتر، من 4 أحرف. الاف هي فولس، يعني شيء غلط. الاو هي ايفيدنس، يعني دليل. الاي ابيرينج، مبين. والار ريل، مبين مزبوط. يعني بيقولوا لك مثل الفير اذا بدك تختصريه، لانه it gets created بالمايند تبعولك مش بمحل تاني، هو دليل خاطئ مبين حقيقة. سو هون انت كشخص بدك تطلع انه شو هو هيدا اللي انت خايفة منه، وهل هو عن جد انت اخترعتيه او افترضتيه او حطيتي عليه افكار او مشاعر منا يمكن هالقد حقيقية. وثالث شيء هي انك تواجهي، تاخذي اكسيون، بعدين تعملي اكيد ايفالويشن للموضوع وهيك، وتشوفي انت من وراء خوفك قديش فيك تكوني محفزه. اوقات بقول لهم انا الخوف كثير بوزيتيف اذا عرفنا استعملناه. حلو.
ايه الخوف هو فيكون من اكبر شيء معقول يحفزك بالحياه انك تقدمي لخطوه. حلو. خايفه تفتحي بزنس يمكن وعندك كل المعطيات مثلا، او خايفه تحكي مع مديرك وانت عارفه انه يمكن هيدا الحديث معقول يرقيك، بس بتضلك موقفه حالك من وراء افتراضات وافكار معينه. بس لما بتواجهي وبتقدمي على الخطوه حتى لو فشلتي فيها، هون بتعرفي اذا يمكن هتقدري تنمي من وراء أو تضلك من خلاله أو تضلك من خلاله. هون ساعتها أنت بتحسي عندك باور إنك تتحكمي شو معقول خطوتك الثانية تكون، وهالشعور بالانتصار. Exactly. بس تعملي الخطوة اللي فيها خوف. على طول مع الخوف بيكون فيه بدنا نغير معنى الفشل. لأنه منخاف من الفشل مثل ما كمان منخاف من النجاح. أوقات بيقولوا لي شو ليندا كيف يعني منخاف من النجاح؟ بقولون إيه، خوف النجاح من أكبر المخاوف تبع الناس، لأنه العالم بتخاف تنجح، لأنه إذا نجحت بتخاف تخسر حب، بتخاف تخسر من اللي حواليها، ناس يمكن يحسدوها أو يبطلوا يمكن، أو هي تخسر الوقت اللي فيها تعطيه للأصحاب اللي بتحبهم أو للعائلة اللي بتحبها. يعني عطول في خوف، عطول في خوف حتى بالنجاح. حتى بالنجاح. حلو. لكل الأشخاص اللي عابلون يتواصلوا معك أكثر رح نعطي رقم التليفون. أوكي، 03-680-300. أهم شيء يلي قادر ويلي بيعرف إنه ولاده أو هو أو يلي حواليه عندهم مشاكل نفسية منه قادر يتخطاها، نلجأ لمعالجيين، لأختصاصيين شغلتهم علم النفس الإيجابي مثل ليندا، حتى ندل عنا هالنظرة الإيجابية بالحياة رغم كل السواد أو رغم كل النيجاتيفيتي يلي عم نمرق فيها. شكرا لك ليندا. شكرا لك. كلمة أخيرة، من خلال الخوف بنقدر نكتشف قديش نحن قوية، خصوصا لما عن جد نتخطى الخوف بنحس حالنا انه انتصرنا. اوقات كثير كل واحد يعمل اعاده نظر قديه خاف من اشياء بس برضه عملها، وقديش حس حاله هو تغير لانسان افضل من بعد ما عملها. صحيح. على طول نضلنا بهيدا التفكير وما نخلي الخوف يكبلنا وما يخلينا نحقق اهدافنا واحلامنا. حلو. بس قلتي كبلنا تذكرت قوم تحدى الظلم تمرد، كسر هالصمت اللي فيك ان شاء الله شي مره نكسر هالصمت اللي فينا ان شاء الله. نعرف نبني وطن عن جد بليق انه نعيش فيه كابناء موحدين، ما نخاف من شيء، ما نخاف لا على مستقبلنا ولا على مستقبل اولادنا، لا نخاف اذا رح نفل سالمين من الشغل، ولا نخاف اذا رح نقدر نجيب اولادنا بالوقت المناسب من مدرستهم او نبعتهم على المدرسه او لا. كل هالمخاوف اللي عم نعيشها طبيعيه، اهم شيء نعرف انها طبيعيه وضروري نعيشها، بس ضروري كمان نتغلب عليها. بكره حلقه جديده. مرسي ليارا زكريا بيوتي سبيس ومحلات هاريز بلو. الى اللقاء.